ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كفته عريانه وهنعمل سلطه الطحينه. الاول هنعمل سلطه الطحينه يا جماعه عشان خاطر ايه؟ تبرد على ما نعمل الايه الكفته وكده. وانا دلوقتي انا غليت دوت ربع كيلو طحينه بيضه، ماشي، وانا غليت ميه وغليت خل. الخل لازم تغليه، اغلي شوية خل حلوين وما تحطهمش كلهم مرة واحدة، بحيث ان انت ايه يعني تحطي على قد ما انت تستحملي المزازة بتاعته. ودلوقتي هنبتدي نحط الخل على الايه على الطحينة، ماشي، مش كله يا بنات، ماشي، عشان ما تبقاش مززة قوي. ونقلب كويس كده، لما هتمسك كده وهتبقى ماسكه قوي في نفسها. مسكت ازاي؟ شايفين مسكت ازاي يا بنات؟ هحط شويه خل كمان، برضو هسيب شويه للاخر عشان ايه ما تبقاش مززه قوي. لو عزت احط، ما عزتش هيبقى احسن ما تكون مززه وكده، ماشي. بعد كده انزل بالايه بالميه الايه المغليه اهي. شوفي يا بنات اهي سخنه، نقلب برضو ايه كده. نقلب كويس اهو، نحط ميه تاني مغليه اهو، نقلب تاني يا بنات. لحد ما تبقى السمك اللي انتوا عايزينه، عايزينها خفيفه ماشي، عايزينها وسط او تقيله، بصراحه انا بحبها متوسطه، ولا تقيله قوي ولا خفيفه. لسه عايزه ميه تاني، معلش بقى يا بنات ايه، وانا معايا اطفال ف عشان كده ابني الصوت طالع. بس ودلوقتي رجعت معاكم يا بنات، انا زودتها شويه ميه مغليين كمان، ماشي، وهعملها تاني اهو. اعملوها كويس عشان بيبقى فيها حتت طحينه ما ايه ما اتعملتش كويس وكده اهو. يا بنات هي ايه ما شاء الله، ايه سمكها ايه، لا خفيف ولا تقيل، هي كده حلوه. ما بتبقى خفيفه بصراحه، بتبقى مش قد كده، وما بتبقى تقيله برده مش بقاش حلوه. في ناس بتحبها تقيله وفي ناس بتحبها خفيفه، على حسب بقى ما انتوا بتحبوها اعملوها، بس هي وسط كده، انا بحبها وسط كده. وبعدين هنحط عليها ايه شويه ملح، شوية من الملح، نقلب كويس اهو.
وبعدين نحط شوية شطة مش كتير طبعا، عشان ايه لو انتوا عندكم اطفال يعني. نحط شوية كمون نقلبها برضو كويس كده. يبقى احنا عملنا الطحينة ايه ازاي؟ الاول حطينا الطحينة في البولة ماشي، في السلطانية الصيني، السلطانية الصيني حطيت ربع كيلو طحينة بيضة او على حسب ما انتوا عايزين، لو عايزين تعملوا ازيد من كده. وبعد كده قمت غالية شوية خل، غليتهم كويس وغليت مية، وقمت جاية نازلة بالخل المغلي الأول، مش المية، بالخل المغلي الأول على الطحينة لحد ما تتماسك. وبعد كده تقوموا جايين نازلين بالإيه، بالمية المغلية، وتنيكوا تقلبوا فيها لحد ما تحسوا إيه بالسمك اللي انتوا عايزينها. وعلى فكرة هي هتتقل تاني، أنا مخليها وسط أهو، وهي على فكرة هتتقل تاني. وحطيت لها شوية شطة وشوية كمون وشوية ملح، ودلوقتي هحط لها فص توم. فص توم انا ايه مخرطاه كده اهو، بيفرق يا بنات في الطعم بصراحة يعني. نقلبها كويس. انا عملتها الاول بصراحه عشان تبرد، لان الميه بتبقى مغليه فالطحينه بتبقى سخنه وكده، هي والايه والخل بيبقى مغلي رخ. على فكره انا بحط كمان عليها ساعات معلقه زبادي، بس هو بصراحه بقى ايه يعني انا نسيت اجيب زبادي، فمش مشكله يعني مفيش حاجه توقفنا. خلاص سلطه الطحينه كده خلاص خلصت ماشي، هنركنها بقى ايه ونسيبها تبرد ونبتدي في الكفتة. اهو يا بنات، اولا الكولا دي نحطها هنا، بعد كده ننزل بالايه، هنحط شوية ملح الاول، بس مش هنحط ملح كتير عشان احنا هنحط خلطة كفتة كمان، فهي بتبقى مملحة اصلا، وهنحط كمان دجاج، فايه فما تكتروش في الملح. بعدين ننزل بقلب الدجاج اهو، هنحط قالب ونص يا بنات عشان ده ايه كيلو لحمة، انا اصلا المفروض ان بحط على النص كيلو قالب. مكعب يعني، عشان في ناس بيقولوا ايه قالب دي مكعب دجاج ماشي اهو، واحد ونص. وهنحط الايه البهارات بتاعتنا، شوية توم باودر وشوية بصل باودر وشوية فلفل أسمر وشوية كمون بس. هو كده كده ايه في خلطة كفتة هتتحط هيبقى فيها أصلا بهارات كمان يعني. خلطة كفتة اللي هو النص ده يا بنات،
نحط كيس كامل اهو ماشي. يبقى حطينا قالب ونص دجاج. انا بعيد معاكم تاني عشان تبقوا ايه ما تتوهوش مني في البهارات وكده. قالب ونص دجاج وكيس خلطه كفته وشويه ملح وشويه فلفل وشويه كمون وشويه ثوم باودر وشويه بصل باودر. ودلوقتي هنحط ذره بسيطه خالص من السكر اهو يا بنات. ذره صغيره خالص اهو شعره كده يعني حاجه بسيطه خالص مفكرش اهو ماشي. ونقطه خل واحده نقطه صغيره خالص اهو بصوا نقطة صغيرة ماشي. وبعدين ايه هعملهم بقى ادعكم بايديا كده لان انا ايه بحب بصراحة ادعكم الاول قبل ما احطهم على اللحمة. في ناس بتحب تحط اللحمة وتقوم جاية حطهم عليها ودعكهم فيها وكده. لا انا بحب ادعكم كده لان ما بنحطهم على اللحمة وكده الدجاج ما بيبقاش كويس. بيبقى في حتة الدجاج كده ما بتدخلتش في اللحمة بصراحة. انا بحب ايه ادعكها كده في الخلطة بالبهارات. ادعكها في الخلطة بالبهارات علشان خاطر ايه الدجاج يفك. ايوة بصوا كده الدجاج بتاعها كده الدجاج عمل كله في قلب الخلطة. ما بقاش في حتة الدجاج خالص. ماشي خلاص انا ايه ظبطت بيها طهوات اللي هنزل فيها اللحمة. ثواني بقى ايه هنقلهم طبق هنقلهم تاني في الطبق هنا عشان خاطر انا ايه الاول هحط اللحمة هنا. هنزل اللحمة هنا زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هقوم احط عليها بيضة واحدة اهي بني بيضة. يبقى انا كيلو لحمة مفرومة او نص كيلو زي ما انتم عايزين ماشي على حسب ما انتوا عايزين يعني. وعليها بيضة واحدة اهي ماشي يا بنات. وقلبها كويس قوي بايديا ما تقلقوش. انا غسلة ايدي بصراحة بحب اشتغل بايدي وانا غسلة ايديا كويس. بتاعها كويس يا بنات. انا حطيت بيضة على كيلو اللحمة المفروم مخلطها كويس اهو ماشي. و في ناس بتحب تحط عليها بصل بس هي بتفرط بصراحة. انا بحط عليها مية البصل انما بصل لا. البيضة ما بقتش باينة خالص اهي يا بنات في اللحمة زي ما انتوا شايفين. ماشي هنزل بقى دلوقتي بالايه بالبهارات اللي انا لسه دلوقتي فرقة فيها القالب الدجاج اللي هي ايه كيس خلطة كفتة وذرة من السكر ونقطة من الخل وشوية توم باودر وشوية بصل باودر وشوية فلفل اسمر وشوية كمون. وهي هنزل اهو. في ناس ساعات بتحب تحط معلقة بقسماط انا ساعات بحط بصراحة وساعات لا. وهي ايه هنعملها بقى كويس كده في بعضها.
عملها كويس يا بنات بعض عشان خاطر تبقى كلها البهارات. هعملها كويس يا بنات وارجع لكم تاني. ودلوقتي رجعت معاكم يا بنات. انا خلاص ايه اللحمه هي اتخلطت بالبهارات وبالبيضه وبقت 100 100، خلصت يا دوبك بس هنصبحها. ماشي، انا دلوقتي جبت صينيه المونيا حطيت فيها معلقه شويه زيت ومعلقه سمنه بلدي زبده يعني بيضه لسه مش متسيحه يعني. ماشي، هصبع بقى فيها الايه الكفته وايه وارجع لكم يا بنات. ودلوقتي رجعت معاكم يا بنات، انا صبعت الكفته اهي. ماشي، يا دوبك بس هحط ايه، هحط 3 حبايات حبهان مصحح اهو. ماشي، في قلب الصينيه من تحت بس. ماشي، وهقيد عليها على البوتاجاز. بصوا بقى، انا ما بحبش بصراحه احطها في الفرن لانها ايه بتنشف. انا هسويها على البوتاجاز وارجع لكم تاني. ودلوقتي رجعت معاكم، الكفته اهي يا بنات خدت لون من يمه ويا دوبك قلبتها بس تاخد لون من اليمه الثانيه. هي ان شاء الله مش هتحتاج فرن ولا اي حاجه. وثواني هرجع معاكم تاني.